شكرا لك دكتور، جالس اتكلم مجال على الهرم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل المحاضره الثالثه الان في ماده اداره الاعمال الدوليه المستوى السابع. تكلمنا في المحاضرتين الماضيه عن مقدمه، ولا نزال في مقدمه اداره الاعمال الدوليه. توقفنا في المحاضره الماضيه عن طبيعه مجال الاعمال الدوليه، الشركات الدولية إذا ما أرادت أن تحقق نجاح في أعمالها تقوم بعمل دراسات تركز على المبادرات الخاصة بنفسها من ناحية الاستثمار. أبحث الدراسات تركز على الأنظمة القانونية ومعادلات التضخم والاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي، جميعها تعطيني مؤشرات وتعطيني شغلات أن وضعي أين، كيف نزيد فرصي في النجاح في تلك الدولة. ذلك الدراسات هذه تعتبر دراسات هامة، وأي دولة أجنبية مستحيل دولة أجنبية أو مستحيل شركة أجنبية تستثمر في دولة أخرى دون عمل تلك الدراسات. أنا هدفي من الاستثمار تحقيق الربح، مستحيل يعني أغامر في دولة يعني دون عمل دراسات. الشركات الدولية دائما يعني الحكومات تستخدم التسهيلات ودعم وغيرها محاولة لجدها، لكن الشركات الدولية يعني ما تنظر فقط للدعم والتسهيلات اللي راح تأخذها، تنظر العوامل الثانية، يعني هل وجود في هذه الدولة راح يعني يركم مسيرة نجاحي، راح أحقق منه أرباح. إذا ما راح تستثمر معك شركة أجنبية في دولتك يعني إلا إنها يعني عاملة دراسة متأكدة بنسبة كبيرة راح تكون ناجحة وراح تكون لها عوائد كبيرة تلك الشركة. تتميز طبيعة الأعمال الدولية بسمة فردة أنها تعمل في ظروف عدم التأكد بصورة عامة، عكس المنشآت الوطنية اللي تعمل في السوق المحلي. غالبا الشركات المحلية تكون على دراية بالوضع الاقتصادي، على دراية بالظروف والمتغيرات اللي تصير في تلك الدولة، بينما شركة دولية تدور أنه أنا كشركة الآن بستثمر في أمريكا وقارن نفسي في شركة متواجدة في أمريكا، تعتبر شركة متواجدة في أمريكا ومقرها أمريكا تعتبر أفضل مني، عندها فرص نجاح أكثر، تعتبر أنها تعرف عادات وتقاليد، تعرف الأنظمة، تعرف توجهات السياسية وغيرها، بينما أنا يعني أحتاج إلى وقت لمعرفة تلك الأشياء. فإنه ممكن أواجه مشكلة أنه ولاء المستهلكين للشركات الوطنية، تظهر في فترة أخرى حملات المقاطعة، مقاطعة الشركة الأجنبية. أتذكر قبل سنوات كانت موجودة عندنا مقاطعة منتجات أمريكية وغيرها، تواجد هذه في جميع دول العالم، في منظمات وفي اجتماعات تدعو إلى مقاطعة تلك المنتجات أو دعم المنتجات الوطنية. واحيانا الحكومات تضع المنتجات الوطنيه حتى تحقق نجاح. بالنسبه لي الصناعه المحليه تعتبر رافد وداعم قوي للاقتصاد كدوله، لذلك انه ما زال عندي عدد الصادرات كدوله يعتبر افضل لي من زياده عدد الواردات، لما يكون عندي عدد صادرات اكثر تصدر دول العالم ثانية، مع أنني راح أخذ من أموال من دول ثانية وأجيبها عندي في تلك الدولة. والآن جالسين نشوف الوضع اللي عندنا، إنه نتكلم عن ضرائب القيمة المضافة وغيرها، الرسوم على العمالة الأجنبية، على عوائل العمالة الأجنبية وغيرها. أنا أحاول أحد إنه من نقل الأموال السعودية، لا شرح، لا خارج شرائح للطريق يشرح لك المادة، نحاول إنه تخفيض اللي هو الأموال اللي تنتقل من السوق السعودي إلى السوق الأجنبي. ذلك في استراليا سبيل المثال تدعم الحكومة عندها الشركات المحلية من ناحية إعفاء الضرائب وغيرها، وتفرض رسوم على الشركات الأجنبية. راح تشتري شركة عبر موقع الانترنت أو شركة أونلاين منتج من الخارج، يطلع لك إنه بعد تسوي الطلب إنه فيه مبلغ
$100 أسترالي ضريبة تروح للحكومة دعما للصناعات المحلية. بينما الآن إحنا والألحان مش موجودة، وغالبا إذا أطلب مواقع شرعية ما عندك ضرائب، فقط عندك تكون تكلفة الشحن أو الضرائب من تلك الدولة. شوف إنه هو شيء نعتبر عندنا السلعة المحلية البعض منها بسبب غلاء فاحش عندك في أسعاره، لذلك الدولة تعتقد إنه تفتح المجال للمستهلك النهائي. أنا وانت نتعامل مع شركات أجنبية حتى تعود الشركات الوطنية عندها الأسعار الطبيعية. تتميز طبيعة الأعمال الدولية كما ذكرنا، تعمل في بيئة أو ظروف غير متأكد غير واضحة. تمارس الشركات الدولية أعمالها في السوق الدولي في ظروف غامضة ومتناقضة وتخضع للتغير السريع. تعمل قبل 16 لم تكن هناك ضرائب قيمة مضافة على المشتريات، ولكن بداية 2013 أصبحت فيه ضرائب. لذلك إذا كانت شركة دولية كان عندها دراسة على السوق السعودي السنة الماضية بس تستثمر السنة هذه، راح تفاجأ إنه في تغيرات عندهم، أصبح في ضرائب، بينما السنة الماضية ما كان في ضرائب. بينما الشركات المحلية عندها اطلاع عن القوانين، عندها اطلاع على أغلب الصناعات المحلية عندنا، نتكلم من عند الأثاث وغير من توجه الدولة إلى سعودة تلك الوظائف. إذا كانت دولة أو شركة أجنبية عندها رغبة أن تفتح لها مقر عندنا، لازم تكون عندها أبديت أو تحديث مستمر، وش الشروط اللي تغير عندنا. المنظور الأعمال الدولية الدولية أعمال معقد، أنه بناء الفلسفة منظور الدول الخاصة الشركة يبدأ من مستوى الإدارة العليا. أنا كشركة دولية إذا أبني الفلسفة الخاصة بي، أبني الخطة الخاصة بي بالشركة، أنه غالبا يكون من مستوى الإدارة العليا. مستحيل الإدارة الوسطى أو الإدارة الدنيا تخطط لي كشركة أن أفتح لي مقر في دولة أخرى. المسؤولين غالبا في الشركة الكبرى غالبا يكون على مستوى الإدارة العليا، هم أصحاب القرار في صحيح هم أصحاب القرار في اتخاذ المقرار الاستراتيجية لفتح مقر في دولة أخرى. وهذا راح أسأل على السؤال، راح نأخذ عليه سؤال بعد شوي إن شاء الله. ندبز المدور الدولي لإقامة الأهداف الأساسية للشركة، يساعد المديرين في على مختلف المستويات، المستويات الإدارية كاملة أو ذكر يعني أخذتها سابقا، إدارة عليا، إدارة وسطى، إدارة دنيا. إنه التركيز على الفرص والمخاطر المتاحة خارج نقاط السوق المحلي، تحليل الأسواق، تحليل هذه الأسواق في شريحة، طبعا الشريحة الرابعة تطلب من خارج منهج، ولكن الشريحة دي فقط للمعرفة والاستزادة، يعني تكون على اطلاع وش تحليل الأسواق يعني. وأي طالب في الإدارة خريج إدارة لازم يكون عنده معرفة في التحليل هذا، أحتاج يعني أو تسأل عنه كثيراً إذا كنت خريج إدارة الأعمال أو إدارة موارد بشرية أو التسويق أو غيرها، عن تحليل هذا، تحليل من أساسيات الإدارة. وراح نأخذ عليه بأكد شرح مفصل. المرحلة الأولى تحول الشركة المحلية لشركة دولية يقدم صياغة الفلسفة العامة والمنظور الدولي والنشاط وضعونها توجه، كذلك وضع المبادئ الإرشادية سوف تسير عليها. هي غير مطالبية فيه هذا الفهم. تحليل الأسواق الفهم غير مطالبية فيه، ممكن تستفيد منه بحياتك. هي هي الشريحة الرابعة. تحليل الأسواق طبعا انه تحليل أجنبي، نتكلم انه اسم مأخوذ من سترينث اللي هي نقاط القوة، عناصر القوة. دائما أي شركة لها نقاط داخلية ونقاط خارجية. النقاط الداخلية تعتبر نقاط قوة ونقاط ضعف تزرع عوامل داخلية. أمثلة نقاط القوة الداخلية، أنا عندي موظفين يتكلمون أكثر من لغة، عندي موظفين أصحاب مؤهلات عالية، تعتبر نقاط قوة. من نقاط الضعف والله إنه الرواتب تعتبر منخفضة أو تعتبر بيئة العمل غير جاذبة،
فتعتبر النقاط القوة والضعف الداخلي أشياء أنا ما أعلم عنها كشركة أجنبية منافسة لي، ما تعرف نقاط القوة والضعف اللي عندي. لكن ما أدري عن سؤالك يا سلمى، هل الشرائح واضحة عندكم ولا لا؟ تظهر عندكم ولا لا؟ في ناس ظاهرة عندهم في ناس لا. صحيح في صوت الرقم الآن. برضو حملت الملف كامل موجود في منتدى أعداد المقرر في منتدى المناقشة. حملت جميع المحاضرات اللي طلبتها منكم موجودة. صحيح. غريبة. ممكن اللي فاتح من الجوال ممكن، ما أدري عنه. إذا بتكلم عن تحديد الأصوات نكمل عنه. الاسم مأخوذ من السينك اللي هي كتب نقاط القوة. أشياء عناصر قوة داخلية أتميز فيها عن المنافس لي. إذا إحنا شركتين، بيبسي وشركة كولا، في نعرف تعمل في نفس المجال. وش نقاط القوة عند الشركة بيبسي وش نقاط القوة عند شركة كولا؟ وش نقاط الضعف؟ هذه عناصر أو عوامل داخلية. تابع معنا اختلاف أو المباراة معهم. تابع معنا أطريق سلايدات اللي حملناها لكم سابقا. الدعاية والتسويق المنتج. احنا جالسين نتكلم الآن في الشريحة الرابعة اللي هي تحليل السوق. والله ان شاء الله انتم غير مطالبين فيه. اخوي ثامر. اذا نتكلم عن شركتين منافستين في نفس المجال بيبسي وكوكولا، انه وش نقاط القوة بالنسبة لشركة بيبسي، وش نقاط القوة بالنسبة لشركة كوكولا، وش نقاط الضعف بالنسبة لبيبسي، وش نقاط الضعف بالنسبة لشركة كوكولا. لذلك لما سألت ما راح أسألك بسؤالك، تتكلم من العوامل الداخلية نقاط القوة والضعف للسواق، الويكنسز، هاي تعتبر عوامل داخلية. بينما العوامل الخارجية، أشياء خارجية، في فرص، في مخاطر راح تواجهها. أوبورتيونيتيز راح تواجه إنه فرص من تزيد من مبيعاتك، تزيد من نسبة تحقيق أرباحك والأرباح اللي تحققها، هذه فرص. المخاطر إنه وجود منافس قوي لك أو السيطرة في المنافسة على شركات أخرى. نتكلم عن شركات الألبان عندنا في السعودية، من أكبر الشركات الألبان عندنا مراعي، بعدها نادك، بعدها نادك استحول كمصطافي. صحيح. والآن مراعي تجلس فكرة شراء شركة المزرعة، ألبان المزرعة. جميع يتنافسون على السوق، الحصة السوقية. في عندهم فرص، في عندهم تهديدات. أنا بالنسبة لي تهديداتي من المنافس يأخذ حصة أكبر من السوق، في ممكن يتحكم في الأسعار، شركة نزا وغيرها، إنه الشركة البنزية، إنه من تهدياتي إنه المنافس يزيد حصة السوقية على حسابي أنا. إحنا نتكلم عن السوق نسبة 100% مقسم بين الشركات هذه، لا المراعي مثلاً لها 50% أو 40%، نادف لها 40% 20% تكون مقسم الشركات. كل شركة لو سيطرت شركة منهم وأخذت نسبة أكثر من الشركة الثانية، معناته إنه راح تسيطر على السوق، راح يعني يكون لها تأثير أكثر مني أنا كشركة منافسة. هذا تحليل السوق ببساطة فقط، نذكرها في الفيديو بشكل سريع، ذكرها كعناصر وش تحليل السوق. لكن حبيت أفصل لكم لأنه يعتبر تخرجنا دارة أعمال أو دارة أعمال دولية لازم تكون عندما نطلع على تحليل السوق. كيف تستفيد منه أنت؟ تحليل نفسي أو وش نقاط القوة الداخلية عندك، وش نقاط الضعف اللي عندك، وش الفرص اللي ممكن تواجهها، وش المخاطر اللي تواجهها. فرص تستفيد منه إذا كنت تبحث عن فتح مشروع أو استثمار في مشروع، تستخدم هذا التحليل. تعريفات خاصة لإدارة الأعمال الدولية. تعرف الإدارة الدولية
من المنشار التجاري يتجاوز مداه وانتشار الحدود الجغرافية لصانع أو تاجر الخدمة أو السلعة. ذكرنا في المحاضرة الثانية أن الشركات إما تقدم لي خدمة أو تقدم لي سلعة، أو في بعض الشركات تقدم الخدمة والسلعة معا. تعريف الدكتور سعد ياسين بالنسبة لي ما يهم التعريف ذا. ثاني معاملات وإجراءات الأعمال الخاصة والحكومية التي تحصل بين منظمات شركات أعمال تستهدف الربح وممثلات عن واجب الحكومية التي تستهدف الربح. ما يهم نحتاج أقول ما لم لساعدة عشان تكون بالصورة. أنا ما أقدر ألغي من إذا أنتم الفيديو عندكم الخاص بالمادة عندكم 30 حلقة، أنا ما أقدر ألغي منها أي حاجة داخل الحلقة، لكن اللي سويته أنا أخذت الجزء الهام عنوان الشريحة للتعريفات الخاصة بإدارة الأعمال الدولية، الشريحة رقم 6 عشان تكون بالصورة. أنا قلت ما أستطيع أن ألغي هي بالنسبة لي أسئلة الاختبار، هذه شرائح طبعا أنا أخذها من الفيديو وأسئلة اختبار منها. بالنهاية مرجعنا هو الفيديو، لكن أنا حاح يعني ضروري أن ألخص عليكم المادة وأختصر لكم المادة بحكم فاصل صيفي قصير ومادة دسمه حاولت أن تكون مادة بسيطة فقط. السلايد الأخير اللي معنا مفهوم الإدارة الدولية هي عملية الإدارة الدولية الشاملة تهدف لصياغة وتطبيق استراتيجية أعمال متكاملة وقادرة على تمكين المنظمة من الناس الدولية. أمور يجب الانتباه لها في فهم ومعرفة إدارة الأعمال الدولية. وياك يا رب وياك مجرد أن الأعمال الدولية تتعلق بالاستثمار في بلد آخر، بيع وشراء السلعة والخدمة عبر حدود دولتين وأكثر. تتسم الأعمال الدولية بأنها ليست عملية عابرة، ليست عملية عابرة يمكن يجي عليها سوء تفهم فقط توقف بانتهاء العمل والاستثمار والصيغة، إنما هي دائمة ولصاحب العمل تأثير فعال فيها. ايش وين وصلت يا رحمة؟ ثالثا من اهم الفوارق الجوهرية بين ادارة الاعمال المحلية والدولية المنشآت صاحبة الاعمال الدولية تنفذ عملياتها عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشآت صاحبة الاعمال المحلية تكون عملياتها داخل حدود الدولة الوطنية، والشركات الدولية كانت محلية قبل تصبح دولية. جميع الشركات الدولية الموجودة الآن كانت شركات محلية، تطورت وتوسع حجمها أصبحت شركات دولية. هذا السلايد يعتبر مراجعة فقط. الأعمال الدولية تتكون من نوعين من العمليات التشغيلية. هي بصين وصلت معنا عشان أعيد لك. الأولى العمليات الاقتصادية وهي في الأساس انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفة كالاستثمار أو القروض أو المساعدات، وكذلك تقوم الشركات الدولية بالاستيراد والتفطير من دولة إلى دولة أخرى. مثال ثاني مشاريع المفتاح واعتبار إدارة أجنبية في أعمال منظمة. أما النوع الثاني من العمليات فهو التفاعل بين الشركة متعددة الجنسية والمجتمع. طبعا راح ناخذ أنواع الشركات. تعريفات خاصة بإدارة الأعمال الدولية. كتبت سؤال مكان الشايد اللي قبله، شايد رقم 6 أختي، بأن إدارة الأعمال الدولية بالمنشآت التجارية تتجاوز مداها انتشار الحدود الجغرافية لصانع أو تاجر الخدمة والسلعة. الآن راح نضع أسئلة للمراجعة، ولو بسألكم
هاي الشريحة الشريحة اللي مو معكم شريحة رقم 4 اللي فيها تفصيل السؤال فقط مثل الفهم أو الفائدة فقط ما راح أسأل عليها بالاختبار للشريحة هذا أحد عنده سؤال أو أسأل عن نضع أسئلة شريحة رقم 4 تحليل السوات أنتم غير مطالبين فيها هذه شريحة رقم 4 فقط للفهم أخوي جاسر حملت الشرائح جميعها موجودة في المنتدى من أول درس لآخر درس موجودة في ملف واحد في المحاضرات كاملة سجل عندك نوت الآن في الجوال الشريحة رقم 4 تحليل السوات للفهم فقط ناخذ أسئلة إذا ما أرادت الشركة الدولية أن تحقق النجاح في الدولة المضيفة فعليها بدراسة الأنظمة القانونية المنافسين حتى الدولة توفر العاملين إذا ما أرادت الشركة الدولية أن تحقق النجاح في الدولة المضيفة من أسباب لتزيد فرصي في النجاح ذكرناها في سلايد رقم 2 سلايد رقم 3 الشركة الدولية إذا ما أرادت النجاح في أعمالها تقوم بعمل دراسات تركز على الموضوعات الخاصة بالناس ما في دائرة الأنظمة القانونية مع دراسة الأخوة المستقبل القياسي وش الأشياء اللي تزيد فرص نجاحي انتظر الجواب طاهر الخيارات الأنظمة القانونية المنافسين أبشر إذا ما أرادت الشركة الدولية أن تحقق النجاح في الدولة المضيفة فعليها بدراسة الأنظمة القانونية هذا خيار ألف خيار باء تدرس المنافسين خيار جيم تبحث عن توافر العاملين خيار دال تنظر إلى حجم الدولة صحيح الأنظمة القانونية الإجابة صحيحة ها مروة عدلتي إيه عدلت ما يهمني المنافسين الآن يا أخوي جاسر أنا ممكن أكون متميز يعني منتجي لو متكلم عن شركة أبل ما بحث فرص كلها في السعودية في منافسين لي أو لا موجودين في سامسونج أو لا تعتبر أنه تبحث عن تواجد لها في يهمها فقط الآن أنه أكون يكون عندي معرفة في الأنظمة القانونية والوضع الاقتصادي بالإضافة إلى معدلات التضخم والاستقرار السياسي فيها قبل الاستثمار المنافس ممكن يهدد نجاحك
أتكلم الآن عن نجاح أشياء في فرص نجاحي وفي جاسة. تمارس شركات دولية قواعد اللعبة في السوق في ظل ظروف تبتسم. تتأكد التاب وتعتبر غامضة ومتناقضة، تخطر التغير السريع. تمارس الشركات الدولية قواعد اللعبة في السوق في ظل ظروف تتسم بالتأكد التام غامضة ومتناقضة وتخفى على التغير السريع. صحيح غامضة ومتناقضة وتخفى على التغير السريع. ذكرنا قبل شوي أنه إذا أنا شركة عملت دراسة على السوق السعودي عام 2013، 2018 اختلف الوضع الاقتصادي في السوق السعودي وصارت في ضرائب ليش تتغير. تعرف بأنها نشاط تجاري يتجاوز مداها انتشار الحدود الجغرافية لصانع وتاجر الخدمة والسلع. ألف إدارة الأعمال الدولية، الإدارة العامة، خيار فاء، خيار جيم إدارة الموارد البشرية. ألف أي شيء يتجاوز حدود الحدود الجغرافية أو حدود هذا اسمه إدارة دولية. الأعمال الدولية عامة، لو ما ذكرت الأعمال الدولية عامة، لو ذكرت فقط الأعمال الدولية هي الجابة الثانية الأعمال الدولية. واضح أفراح؟ تتعلق بالاستثمار في بلد آخر أو بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين أو أكثر. هي الأعمال المحلية، الأعمال الاستثمارية، الأعمال الدولية. الأعمال الدولية صحيح. المنشآت صاحبة الأعمال تنفذ عملياتها داخل الحدود الوطنية، هل هي الأعمال الدولية أو الأعمال المحلية أو الاستثمارية؟ صحيح. المنشآت صاحبة الأعمال تنفذ عملياتها التجارية عبر حدود دولتين أو أكثر، ما هي؟ الاستثمارية، المحلية، الدولية. صحيح. تتميز طبيعة الأعمال الدولية بسنة أساسية وهي تأكل بدرجة كبيرة. صح وخطأ. طيب وش الإجابة الصحيحة؟ صحيح عدم التأكد. ما عندي وضوح، ما عندي يقين أنا وش التوجهات اللي ممكن تصير. بالنسبة لي غالبا هذه الأسئلة إذا كنت تضع أسئلة على محاضرة اليوم إن شاء الله. بناء الفلسفة والمنظور الدولي الخاص بالشركة يبدأ من مستوى الإدارة الوسطى الدنيا العليا. صحيح. أي قرار يعتبر قرار استراتيجي يتعلق بالاستثمار في دولة أخرى أو شيء يكون مسؤولية دائما الإدارة العليا.
أنه بناء الفلسفة أو المنظور والمنظور الدولي الخاص بالشركة الأجنبية أو الدولية يبدأ من مستوى الإدارة الوسطى الدنيا العليا. صحيح. ذكرنا السابق وذكرت أن الأعمال الدولية بأنها ليست عابرة وإنما مستمرة. صحيح وخطأ. ليه مروة خطأ؟ الأعمال الدولية تتسم الأعمال الدولية بأنها ليست عابرة وإنما مستمرة. طيب هي ليست عابرة، أنا جالس أقول إنها ليست عابرة. إذا قلت عابرة تعتبر خطأ. غالبا الأسئلة راح تكون كذا بصورة واضحة، لا أنا ما أحب الأسئلة اللي تكون فيها الاستفهام، تأثر قراءة التركيز في المادة هذه أكثر مرة أعتقد راح تكون درجة إن شاء الله عالية. ويهمني برضه حضوركم للمحاضرات الثلاثة الأخيرة خاصة بالمراجعة، حتى لو كان استفسار أو سؤال مش واضح نجاوب عليه ونضع أسئلة مراجعة من جديد. يا رب وياك. الأسئلة هي كذا بطريقة إن شاء الله، يقول لي سهلة إذا تكون كذا إن شاء الله. يا رب. عدد المسجلين في المادة تقريبا 600 طالب، يهمني إن شاء الله نجاحكم جميعا. آمين يا رب. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار عن موجود التقارير المتبقية، أنتم خاصة نحاول فيها منتهتنا. نشوفكم على خير إن شاء الله من أحد القادم. آمين يا رب. العفو جميعا. شكرا لحضوركم. على وقتكم خلال وقتكم كثير لي ساعة ونص. وياكم جميعا. المحاضرة الأولى، أي محاضرة قصدك؟ الأحد الماضي ولا محاضرة اليوم؟ وختام اليوم بدينا المحاضرة الثانية، تحصلها في الملف النهاية، في ملفنا رفعت اسمه كامل المحاضرات، في كل محاضرة تحس إنه هذه المحاضرة الثانية. توقفت. هي من المحاضرة الثانية، ما أدري هي في شيء اسمه المحاضرة الثانية، لا أنا كتبت من المحاضرة الثانية فيها في نهايتها. في كل محاضرة، احنا في الأسبوع ثلاث محاضرات، راح ناخذ كل محاضرة درس. العفو. شكرا لك اللي جاي تتجاوب معنا. صحيح، يوم الأحد والثلاثاء، يوم الأحد 4:30 و5:15، يوم الثلاثاء
من 4:30 ل 6، بس فيها محاضرتين 4:30 ل 5:15، من 5:15 ل 6. عافيكم جميعا. هي انتهت المحاضرة اليوم، فقط اللي عنده سؤال أو استفسار أو تساؤل، أي شيء متعلق بالمادة أنا موجود. 3 دقائق القادمة.